قصدك يا حسن. ربنا بقى يكون في عونك على الصوت 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 في كل حته ده. هو الواد ده الله يكرمك ابنا نجم النجوم ده. جامده دي والله ربنا يخليك لينا والله. انت منور الدنيا حبيبي يا كبير. حبيبي حبيبي والله انت منور الدنيا. حبيبي يا كينج انت قمر والله كينج استاذ وجميل وعسل حبيبي. والله انا بحبك جدا والله دي شهاده اعتز بيها والله العظيم واحطها كده على اورتي كده وانا مش حاسس اكلمك. طبعا حبيبي قمر قمر فنان كبير قمر فنان مهم والمسلسل حلو كله ممتع ربنا يخليك لينا استاذ والله. على فكره المسلسل ده اللي شاورني عليه ماجد الكدواني قال لي روح اتفرج على بتاعك والله. اوه حسن بص 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 تروح بتروح من صابون كمان صابون 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 مهره. دي كلمه تتقال دي كلمه تتقال. انا شفته ازاي حاجه جامده جدا اول العظيم يا ابو علي حبيبي اخويا اخويا وحشني يا بتاع البلاد. اتكلم بقى مين اللي قال لك شاور لك على ريد ماجد الكدواني والله خلي شوف المسلسل ده بسرعه بجد والله. اه والله شفته طبعا طبعا. حاجه شدتك في المسلسل كلهم مش فيش حاجه اسمها احلى حاجه في حاجه ان انا صدقتهم وتفاعلت معاهم فانت بتقعد تفرج على الحلقه بعد ما شوف الثانيه بقى شوف الثالثه بقى شوف الرابعه فانت بيجروك لان هم صادقين وعملوا الحكايه بصدق ومبدعين يا عم دول الجيل العظيم. انا مش مصدق والله انا شفت المسلسل بجد ده اكبر نجاح لينا يعني لما نلاقي اساتذتنا وقدواتنا كده بيقول الكلام ده والله. احنا جمهوركم كمان يا ريس يعني احنا بنتفرج بعين الخبره والفن والجمهور فبالتالي اللي بنصدقه فورا لازم نقول لان انتوا الجيل الجاي هتشيل الحكايه على اكتافكم وربنا يكون في عونكم في اللي قادم يعني وعاملين نجاحات حلوه وصادقه ولكم جمهوركم غير عادي فخلاص يبقى احنا كمان يعني منهم فبالعكس انا مبسوط بيك والله العظيم فوزك يا حسن. ربنا بقى يكون في عونك على الصوت 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 في كل حته ده هو الواد ده الله يكرمك ابنا نجم النجوم ده. اخر مره شفتك كنت متفائل والناس قاعده تقول ريف وريف وانت طبعا اخواتي على المسرح مبسوط بيهم قوي. يعني ايه سبب اصلا ان انت تروح الحفله يعني؟ لا هو ما يعني ما ينفعش افوت حفله لكايروكي وامير عيد هو دلوقتي مستشاري الفني والانساني في كل حاجه هو السبب اللي انا عملت الاغاني الجديده دي وهو السبب ان انا هنزل البوم ونزلت منه اغنيتين اوريدي. امير عيد جزء كبير قوي من حياتي هو مقرب ليا جدا وباخد رايه في كل حاجه وانا بحبه جدا من قلبي يعني انسانيا وفنيا. لا هو ده كان في شعب مش جمهور شعب بيحب كايروكي وجمهور كايروكي بشوفه بيهتف معاهم مش بيغني بيهتف يعني بصراحه كل ما اروح حفله معاهم بتهز كده وحلمي بيكبر ويعني اتمنى بس ان ربع جمهور كايروكي ده يجي لنا. لا انا دي كانت صدمه بالنسبه لي ما كنتش فاكر ان الناس تحب ريفو قوي كده وده بصراحه حد النهارده اثر فيا قوي ان الجمهور حابب ريفو كده وعايز اشكر جمهور على تفاعلهم مع ريفو كده اني ما توقعتش النجاح ده خالص يعني المسلسل الحمد لله. يعني كان اول مره بصراحه حد يعني زي استاذ محمد ناير كاتب المسلسل واستاذ يحيى اسماعيل المخرج وطبعا منصه واتشت ان هم يدوني فرصه ويؤمنوا بيا لان ده دور صعب جدا مش يعني هتجيب من ممثل يعمل شيخ وآلاتي في نفس العمل فده كان دور صعب جدا عليا فكان ممكن حد يديني دور آلاتي ممكن حد يديني دور كوميدي بس حد يديني دور شيخ متزمت انا بشكرهم على الثقه دي والحمد لله يعني حاولت على قد ما اقدر اكون قدها والناس تقول ان انا كنت قدها الحمد لله. انا ما اقدرش احكم على نفسي يعني بس مبسوط جدا بالدور ومبسوط جدا بالفيدباك.